الاختيار اللي هو الامتياز الجبائي للتونسيين بالخارج، اقترحنا في قانون المالية سنة 2024 إضافة فصل عدد 24 في قانون المالية سنة 24 أنه يتمتع المواطنين بالخارج بتوليد سيارة مرة كل 10 سنوات، يعني عوضا عن مرة في العمر. ولكن مقترح من النواب، احنا تعرف كل سنة يعني كل موسم سياحي براتيكمو عائدات التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة، و معناتها ما يوفرونه بالعملة الصعبة تساهم معناتها في خلاص الديون، تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، تساهم في تعبئة موارد الدولة. يوم نعرف التونسة بالخارج هما أهلنا، هما أخواتنا، طبعا هما كل عائلة وولاد البلاد فيها تكون متونسين في الخارج، ناس متغربين لبرا، ناس تخدم، كل واحد معناتها شنو الظروف نتاعو. رينا انه لما لا انه نعطيو الامتياز الجبائي هذا انه يكون مره كل 10 سنوات. اليوم الى اليوم معناتها لم تصدر الاوامر الترتيبيه، يعني بعد مصادقه مجلس النواب صادقنا عليه، ومن تاريخ 13 ديسمبر يعني نورمالمون اللي تم مصادقه على قانون المالية، الأوامر الترتيبية اللي تحدد شروط التمتع بهذا الامتياز واللي تصدرها وزارة المالية إلى اليوم لم يتم إصدارها. مازال ما هوش معقول اليوم بعد 6 شهور لم يتم إصدار الأوامر الترتيبية. هو على فكرة راهو سياسي الناس مش في بالها، وأنه مصيف هذا باش يبدا يهبط راهو في بالقانون هذايا. هذا هو اللي معمول به نورمالمون، معناتها خاصة اليوم احنا قادمين ومقبلين على موسم الذروة. كل المؤشرات تدل انه شو يكون موسم سياحي واعد. التونسيين بالخارج اللي جايين يحبوا يعملوا على أرواحهم باش يجيبوا معناتها الناس اللي يتوفر فيهم هذه الشروط، والشروط بالمرة يعني كل 10 سنوات يحب يجيب الكهرباء. اليوم احنا براتيكمون شهر يفصلنا، معناتها على الأقل من شهر يفصلنا على انطلاق الموسم الصيفي. التوانسة بالخارج اللي مبرمجين باش يرجعوا لأرض الوطن معناتها يحبوا معناتها ينسقوا أمورهم كان باش يجيبوا السيارة الثانية. نرى انه معناتها اقيد رغم اللي بعد برشا تاخير في صدور هذه الاوامر الترتيبيه وما لازمهاش تزيد. علاش حسب رايك علاش تعطلنا هكا؟ احنا شوف انا الساعه نحب ناكد انه هي خارجه عن نطاق النواب، يعني الاوامر الترتيبيه هذه نقطه نوضحوها عن نطاق مجلس النواب، وهي من مشمولات وزاره الماليه وطبعا بالتنسيق مع مصالح الديوانة. معناتها دونك احنا خارج عن نطاق المشرع، احنا نورمالمون معناتها هذا التأخير لفت الانتباه نتاعنا إلى أنه في المستقبل لما نقوم بإضافة فصل أو قانون في قانون المالية لابد أن نحدده بأجال، يعني مش يقعد هكاك محلول، أنه نحد نقوله مثلا على أن تصدر الأوامر الترتيبية في أجل لا يتجاوز شهر أو 3 أشهر. أيوة. أو كذا. هذا من ناحية. اليوم تعرف احنا ننتظروا في هذه الشروط اللي ما لازمش تكون ضد أيضا تعجيزية. شروط الأوامر الترتيبية معناتها لازم تكون متلاغمة مع القانون ومع روح القانون طبعا، خاطر إذا كان باش نسهلوا من هنا ونسكروا من غادي ما عملنا حتى شيء. لا احنا نحبوا تكون قابلة معناتها، وهي طبعا الأوامر الترتيبية احنا بالنسبة لي تناقشنا حتى كنواب هي قابلة حتى للرقابة نتاع المحكمة الإدارية، وقت نشوفوا حادث على الأهداف نتاعها نتاع القانون نجم معناتها نظلمه. وكل يوم التأخير هذا الحاصل في إصدار الأوامر الترتيبية حسب رأينا ما يخدم كان وكلاء السيارات. أيوة. هما الوحيدين اللي ما يساعدهمش الانطلاق في تطبيق هذا القانون، واحنا ننتظروا يعني اليوم هما توا وكلاء السيارات عندهم شكون يمثلهم معناها باش يدخلوا رويحهم في الأوامر الترتيبية؟
لا انا 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 نعتبر احنا تم اصدار او تنصيص على هذا الفصل في القانون المالية خدمة للتونسيين بالخارج. وي. الناس اللي ما يساعدهمش والناس اللي شي يضروا منه معناتها كانوا وكلاء السيارات هما اللي كل نهار يزيد يوخر كل نهار معناتها يكون في بي. عندي سؤال، حسب رايكم وحسب الدراسات اللي قمتوا بها انتوما قبل اقتراح هذا القانون، القانون هذا من شأنه ربما باش ينقص في الاسعار نتاع السيارات في تونس؟ احنا لا، هو المنطلق بتاعنا انه سيساهم في الحد من اسعار السيارات المشطة في البلاد بتاعنا. واحنا لما لا راهو الحقيقه هو برشا ناس تقول لك علاش كان التونسيين بالخارج. احنا قاعدين ننظروا ندرسوا في مقاربة كاملة انه لما لا، معناتها خاصة تعرف المشاريع القوانين اللي قدموها كنواب ماهيش تمس بالتوازنات العامة للدولة، ماهيش تخل بالتوازنات العامة للدولة. احنا شوفوا في شو الاجراء اللي نجم يكون وفي اي اطار، انه لما لا اليوم كل عائلة تونسية في اطار العدل والمساواة انها تحقق من تتمتع بالامتياز الجبائي بالضبط السيارة امتياز مثلا مره في العمر. معلش حتى من اذا كان باش نركزوا على تجديد الاسطول، على البيئه، المحافظه على البيئه، وكل هذه التفاصيل مهم، وان يكون اسطول السيارات نتاعنا يعني جيد، وايضا الفرصه تكون للناس كل. كما قلت، اخر سؤال في هذا الاطار، فما شي مشروع نتاع قوانين في علاقه بالسيارات الكهربائيه؟ فماشي تشجيعات في الناحيه هذيا ربما؟ والله احنا نعرفوا ان اليوم العالم يتجه نحو فما توجه كبير للسيارات الكهربائيه، السيارات يعني صديقه البيئه، الى سيارات انه يولي عندها امتيازات جبائيه اكثر من غيرها على الاقل. والله ثم طرح هذا الموضوع. ويتم التفكير فيه في قانون الماليه لسنه 2025 ان شاء الله، يعني في تصور كامل لقانون الماليه لسنه 2025. طبعا نحن نحب نذكر ان القانون الماليه لسنه 2024 اللي هو الحالي معناتها اغلبيه المقترحات كانت في مقترحات النواب، قدموا برشا اقتراحات ونجحنا في تمريرهم في قانون الماليه. على الغرار العفو الجبائي، على غرار الاكسيار، على غرار بعض الاجراءات لفائده العائلات الاجتماعيه. يعني تم اقرار بعض التعديلات اللي ساهمت في تخفيف العبء الجبائي على التوانسة. احنا ايضا السيارات الكهربائية لابد من تشجيع على السيارات اللي هي صديقة البيئة، اللي هي ما تلوثش المحيط. واحنا منفتحين على كل الاقتراحات، وان شاء الله السنة تبدا على بكري نبداو العمل على قانون 2025. وايضا انه في المستقبل لما يتم تحديد او سن اي قانون سنحدد أجل لصدور الأوامر الترتيبية. واضح. معقول أن تقعد كل هذا التأخير. واضح. دونك حتى نلخص، دونك اليوم ننتظر في الأوامر الترتيبية اللي هي من مشمولية وزارة المالية والديوانة التونسية، دونك حسبك أنت يتحملوا هما مسؤولية هذا التأخير. طبعا يتحملوا.